تمام تحقيق جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتي ماي كودر داردانة تدبان القهادة تكني أفهم أنا أقول لك أن أني أبدي وأستو خلاف الدكوك الجري أبدي أم أبا أبدا بقول أبا بالقلب مركز هذا الدرادية أو الفرصة في الأنسين في هذا الدرادية مركز ملاقية سياسيين تو حضرت أن تقول أن لوجل سلاطين تين أو أفتح نبدي أو يو ويلقوا أن نقد من تك أو نبدن تأتي تون تأتي تون تون على دايم وقت يرد تأتي بدك حرقاس ما تجلس كفرينا حرقاس محل ده شلي على ده شلي وحيد داعي لقطاين حرقاس عن كفرينا سيان أسعنا وأن محنكو هذا بالرئيو ماشي أن يكسلينا أقار بالرئي ماشي أن يكسلينا وقت الدنيا وسدح وشلي وأن كن مدي وأن دبنو قصون نقولي يا مانتو أن جوني بالرئي شلي ويا أرجنمو يا وحك برشة ولا وحيد لبها يعلس آي أم حمان آي أو شرد آي وحين لقى برتون لون قنينة إلى ده وحي وناج آي أو هرمر آي أو فيعنا أو شرد آي نقب صومينة إن سيكون لنو سيحو جنو أو سيب بدنو أي أيضا على ده ما أنتنا بري أيضا وصلنا يوم هاي شرد وحي أن أنك كسبنا يا خبرة ده أنك كسبنا بري سيدا وحسي قرر صلاهم حديثات أن يل بري أشار النقطة بريد بعض أشار النقطة سنة كذا بعض أشار النقطة عربنا مركب ولا ليالو مقالة عن تاريخ دار إلى هاي ظروف آد وآدك لب آد وآدك أي صوم مرتي الحمد لله من آدي آد وفي عن الجوتة ذك نجوجي وصور نحتاجناي وما نقول بمشي سومري سبعي دبا أركايو أمانا يو ذك بيد رد بيد دبو مقالة عن خاصة لن ورانهاي وحواي مانتا ماشي اجوكت مال الهي اللوغة مهد عليو واي مروا البنى مال لوسي هورو مروا وفرنتا
أو كر هرمك مرنا محددنا أوعد ما هذا لما ديكم حمانتا يدبك يعليسك أوعد ما ذين ليران لكن وناجي إيه هرمك مرنا ما ذان مر والبا وحباك السي دبنا ولو قدرة مجال ذان لبكم إيه لبئي إيه طبعا بيش سبتمبر عن الدورتي بيش أكتوبر عن إمدي أنت بلاوجي تحديد أخيار تان ما شف اللي ذو شرف ترى أو مراقدة أنتوا ذبنا أنت لما تطلع ونحرست واجوبي ما أنت هاس مال أو هرلة أو إنتان استعنوا عن قوة هذا المنطق كل هذا نوينه ما لهين درب بنان يقول بنان أو أخيار تطلع يدتك شعب كرير بعد ما دون قرحة إيطاليه أي عن قوة هذين عن قوة هذا نكشة كيسنة وأكو كاتري لا بكون يلحي طبعاً كي ما كي دور شري يو معاموري السعودية أنا أنت مذي مدحونا شرب حسنا مدحونا هاي حفيز كي سافر يسني الله أن حارست دتك سان وفدي دتك ووري وحكم ده هاي ملاك ملبو الله أن حارست ملاك ملبو ما أنت هسنة أضياشي أو نور تاجنا أو نلجوجي وكم ده هاي ووي دي وحنا ملاك ملبو ما أنت ووري سو أنا يادي جنس أرقني مقالدا أنا مذي أنت كوكولان واشيجي خرح ده سان تاجنين بنان كسان كوكولان وأشياء وحنا هاي تقدي مرف مجالنا بقولار سو كم سنة دجناي ما أنت أسمعك أنت فلنا حفيز كمل حينا فلنا ومحاكم الأفر أي كل شيء أي كل شيء أنت هاي ميس شغل أويالو ومحاكم هذا حفيز عن ضحف لنا مجالنا تقدي مرف نقول جودي دجناي كم سنة دجناي أنت عن حي ويالو وين أو ظروف تلو كل اللي فينا ورحلة تجنا دولة بماذا هو وضعوا عاقل وعوا كجوا وعودا مدحون الدولة دي ماذا هو دولة دي ماذا يعني إذا كان الله بنا إلى شدة دق شدة نقصنا كده ما أنتاس ما أنت ما أنتاس أن أضياش اللي حد لاي أن أمانتاس وناقص ومركز بعد ما جارت أما كوفق البيت جارت أن كهذا لاي ما أنت كسي هر مرسنا ماذا حتوي هذا يقول يقرح مرحتوية ذا يجورج قرحة بدنه أو مرحتوية ذا محوا هاي كافكر بين قبيس أو ما أنت مرحوين عبد عزيز الدقيع بدينا مرحويني كلوي مالي يكيك كلو كسيد دب يكيك كلو كسيد دب ودق دون حمر نو جمية على مرحتوية ذا مستفز مرحتوية ذا الجمهورية ذا فدرة كسامالي أنا جا الدقيعناه ساس مو قرحان وأنا جاس وانا جاس دولدنمو كوي ميداي قف مكينين لبا مكينين جفهب المكينين دولد دا قفو قلبادو كوي ميداي ما انتا نوحان سوون ميداي او انكا وضا هل دا نوحيتا دولد دا قفو قلباد آن الاشن كي حد دا هايو نو الالي كان اسو سعودو نو سي الالي وحان رمنا وحكر عنك هذا بلد كان ددك ربيتان كيسا ايو حريات دودا مرنا ملا كومبرمايس كرينكا حريه قولك حريه سفرك حريه اماتك حقوق واساسيه او دستور اواي وبنانتها محاربا محاربا وحاربا ننقري وتوداي وركي غادي لا دغيسا واي انا دكا ديلا ما مامولك يدولة لماذا يوا دمينا انت انك بحا نتعال هادي ليس لهاد لواي او نما مان رويتي ويديا وحوذنية وقاذيك معارضة اجت مقاد معارض كيادنا واتاد محوائي بنان كتاق نيدي محام مانت بدبادة قرنا نليرا وادي دي جري محام مانت بدبادة قرنت كوفر قلبيت اب محوائي اوقا قابينا يوض محوائي سيف محو قرنس مرتوا أشياء وحنا صاحبك ورنتوا كلام دوانا أننا ما أنت أصلاً على حبل نلود ديري ورحنا هنا على حبل إكستنشن على سمي إكستنشن كلفت سأنا كهذا نرمنا هنا على حبل نلقي ديري ما الذي الله الله يو لا بس أنا واي و ودماتي لكن هذا كوفر قلب إدمانتا جوجل أفتسن كاري سوف ديسو محاي قبتا محاي كرتا هاي انتي وحكي قلديين انت ميكي قلديين انا وإلى سحيين انا وكرة قلديين هنا ان ورنو ان كيشينو او ما اسرع ديقنو بري مكا سبب او مكا او لودة قال لما ما تعلم
waxaan rabnaa walaalayaal gogoshaan waafidsan tahay waa idiin nimiday muxuu ahaay aad iyo aadaan naloo soo dhawaa ka mahadcelinayna waa joognaa furitaankeeda waa ognahay socota socodka gogoshana waa ogaanaynaa muxuu ahay gunaanidkeedana waa ogaanaynaa gunaanid guuleedowna noqonaa ilaahay idinkiisa intaan idiin nimiday waa idiin furnay shirka annaga waa idinka tagnaye ee adiga isku filaada maa laakiin waxaan rabnaa dadka reer koonfur galbeed oo leh dadka reer koonfur galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ha ahaado ammuxuu talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhallinyaradooda iyo bulshadooda rayidka waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan isla fadhiistaan ay xallistaan waxaan ku kalsoonnahay inay xalliso karaan laakiin waa idin fiiriyo hayna ninkii meel ka qalloocinaya gacantaan ka qabanaynaa waxaan leenaa ukaad hadisaan dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis uu madaxda ka yahay waxaa laga rabaa in ay dadka iyo xuquuqdooda iyo wuxooda ixtiraamaan dadka kale ee mucaaradka ama siyaasiyiinta ee ra'yiga qaba iyagana waxaa laga rabaa dadka amnigiisa inay ilaaliyaan qoraga xal ma keenaayo hoggaan mugu gaarsiinayo meel mugu gaarsiinayo inta hadda joogto maamulka iyo taladana meesha ma kugu hayi karo qoray dadkan raalli ahaanshahoodaa meesha idinku hayn karto kuwa u soo socdana dadkan raalli ahaanshahoodaad ku imaan kartiin dadka fursad ha la siiyo dad badan macnalaha meeshaan fadhiyo oon xukunkana u soconin maantana aan haynin berina aan u soconin laakiin wanaagga inay ka taliyaan rabo fursad ay wanaagga ugu tali dib u heshiisiin iyo wixii qalbiga kala gaaray ha la dhammeeyo waxa soo socdana ha laga hadlo waa idinla joognaa maanta berina waa idinla joognaa sida loo tilmaamo bay dhabo inta iyo inta iyo inta si xorriyada ugama bixi kartid marka haddee muxuu ahay si oon fiicnayn oon qurux badnayn oon dhagaha dadka indhaha u fiicnayn aan kula dhex noolaano macquul ma aha beledkan dadka degan oo iskale waa iska leeyihiin mid laga leeyahay iyo mid asiga si gaara u leh ma jiryo xorriyaday ku wada joogaan ku wada imaanayaan lagu wada hadlaa layskuna dhegaysanaa waxaa intaas dheer walaalayaal cadow aan leenahay hal waay shabaab waay waana dilowha waa dilowhayna annagan barnaamij dagaalkaas dalka dhan looga xoraynaayo ayaa dowladdu dejisay faceskiisii koowaadaa gabagaba soo marowha faceskiisii labaadaa la galaa faceka labaad koonfur galbeeda ugu soo horayso geeska geeska xuduudda xadka etoobiya ka soo bilaaw maxaan ku yidhaha badda indian oceanka ku geey koonfur galbeed waaye meel kaloo looga gudbi kara male ayadaa muxuu ahay aad gelayso markeeda annagana waa garab taagannahay wax kasta oo dowladda ay karto siyaasadda dowladda maanta waxay tahay dalkan in shabaab laga xoreeyo oo dadkan soo baa baabuurkii bay dhaba xamar ka soo baxa soo shiish dhaha inuu inta yimaado shabaab ouna jidka u taagnayn kook haddaan shabaab u diidtaagnaa isbaar dhigta baan ka ogolaanaynaa ma dhacayso ayadana insha allah ilaahay idinkiisa waxaan rabnaa marka inaan qabanqaabadiiaa socoto dadaal badanaa socdo reer koonfur galbeedaa sameeyeen ciidamaa la qaaday meelo kala duwanaa la geeyey kuwo kale hadda la uuriyo waa kuwaa tababaro loo xilowhaa annaga waaan soo wadnaa intii hore oo labada dowlad goboleed hadda oo webiga shabeelle xagga ka xigta markaan gelaynay maanta waa ka khibrad badannahay waayo aragnimo iyo xeeladaha shabaabun aad iyo aad u barannay ayaa maanta aan leenahay maalintaan bilaabayna dagaalkaas dhowr bilood ka hor maanta waa ka ciidan badannahay waa ka qalab badannahay waa ka niyadsannahay oo maxaan ku idhahdaa inaan ka adagnahay shabaab waa soo dhadhaminay waana soo taabanay marka intii ay nagu qaadatay hadda ilaahay idinkiis naguma qaadanayso muxuu ahay bilaha soo socda iyo isbuucyada soo socda hadii adigina waxaan rabnaa shabaabaa xagga qarxiye iyo xaggay baabuur ku qarxiyeen iyo xaggaa qof isqarxiye gala iyo waxaas yaana idin guurin waxawaaye dagaalka shabaab maanta uu ku jira sicidintacaanihiis gadaal ma ka soo badanayaan sicidintacaanihiis waa dagaalka iyo xabadda iyo qaraxa
maanta shabaab ay wadaan waxaan rabaa inaan ku baaqo adeysana guushaa nabadeed inaan nabad ku baaqo dhallinyaradeen soomaaliyeed ee meeshaas tagtay duruuf kasta ha ku tagaa mid la khalday mid dhaqaale xumi u geysay mid caro kale oo walaalkiis u caraysanaa inta carooday u galay duruuf kasta ha tagto waxaan leenahay nin allaalaya ninkii ka soo noqdo cafi iyo saamax waay cafi iyo saamax waaye uga simamayna eh waa kaal dowladdu waa kaalmaynay sidau nolol fiican u heli lahay xirfad u bara lahaa oo ku shaqaysta iyo meesha uu ka shaqaysan lahay intaba dowladda diyaaray u ataa inay ku garab istaagto ku kaalmiso waana diyaar waxaan leenahay wiilasheenna ka soo laabta cadowga ka soo laabta habowga ka soo laabta meesha dhibka badanna iyo qaraxa iyo dhibka iyo maxaa waaye bahdilka iyo tala aadan ku lahayn meeqa dhallinyaroo qurqurxoona meeshaa maanta taagan oo u fadhido ama fadhido oo u fadhido talada dadka wax ku yeeshaan ay ra'yigooda ku cabirtaan adigana maxaad duurka iyo geedaha hoystooda la jirtaa dadkaan saa u dili lahayn bal fikir caqligaaga aad ugu noqdo wiilasheenna waxaan leenahay soo noqda nabad ku soo noqda hooyo iyo aabbe iyo adeer iyo maxaan ku ra mas-uulkii shalay aad ka tagtay ayaa maantana ku rabo usoo noqo dowladaad haysataa ku garab istaagayso nolol fiican iyo mustaqbal fiican oo cibaado adduunye iyo mid aakhiraba leh kugu saacidayso ayaa diyaar ku ah meesha ka soo noqaleen waa ogtihiin hadda safarkii aan ayaantii aan gobollada ku tagay wasil anuu jooga xaradheere iyo aadan yabaal maanta alxamdulilah xaradheere iyo aadan yabaal waa xor shabaab ma joogin meelo yaro hawd oo gudaha ku jirtay ku soo hareen ayaa waa laysu sii daba socdaa ma rabno inuu dhiig soomaaliyeed sii daato laakiin markii aan weynay maxuuaa khiyaar kale iyo wax kale oo noo furan ayaan ku qasboonaanay dagaalkaas waa sii socdaa waana soconayaa dhinaca kalena tanan diyaar ulanahay ninkii tan diido oo waa idin maya aniga waa idin dilaa waana idin qarxinaa waana idin waxaynaa taagana waxaan leenahay yacan iska leenahay diyaaliira waxaan rabaa waalidiinta iyo walaalaha reer koonfur galbeed wiilashiini waa taqaanii waa ka warqabtiin wiilasha farriina loo faro ha la dhiirigeliyo ha loo sheego inlagu yeeri nololaa loogu yeeraa isu soo qarxi loogu yeeri maa orod dagaalkaad aada soo dhimo soo dhaawacan loogu yeeri maa dagaalka shabaab waa sidaas waa maqasheen xalay meel xawaalle liiraahay weerareen nin sarkaal oo aada u qiimo badan iyo muxuu ahaa dhallinyaro ciidamadaha ku dhimatay laakiin dee toodiyaa meesha ku ekeeday meel sharaf lahoo muxuu ahaay aakhiri adduun macno lana waa ku dhinteen ayagoo u dhimanaayo dadka iyo diinta iyo dalka iyo dowladnimada in ay ilaaliyaan ay daafacaan ay ku dhinteen wax ka fiican oo maanta lagu dhiman lahayna ma jiraan naxariista janna allah siiyaan leenahay annagana dhammaanteen sabar iyo iimaan allah naga siiyo soomaaliya oo dhan ayay ka dhinteen marka waxaan rabaa maalmo badan oo kale ilaahay idinkiisa magaalooyinkeenna baydhaba waa xor oo waajid waa xor oo xudur waa xor oo maxaan ku idhahdaa inta jirta inta badan degmooyinka waa xor marka laga yimaado tayeeglo iyo intee kale rab dhuure meelahaas marka maalmaan isugu tegi doono ayagoo xor ay tayeeglo aniga magaalada oo iigu horreysay oon deegaankan aan ka bartay ahayd 74 oloolihii aan tegey marka deegaankaas meel baadiisa maxuu ahaa godlihii gaalmadowle yaan joogay oo aan ololihii farsoomaali farbarashadii yaan u tegay degaan aad iyo aad u macno badan khayraad badan barwaaqo ah dadkiisu ay aad iyo aad martisoorka iyo soo dhoweynta iyo xushmada ay ugu fiican yihiin u ahay cadowaa joogo ilaahay idinkiis cadowgaas waa laga xoraynaa waana laga xoroobaa dhammaan dhulka soomaaliya oo dhan oo dhiman labadan dowlad goboleed koonfur galbeed iyo jubbaland ilaahay idinkiis waa la xoraynaa xor ayagoo ah oo baabuur laysaga dhex socsocdo oo jidad laga dhisaayo oo wadooyin ka socdaan oo adduunya ay ka soc annaga aniga ka oday ahaan waxaa mas-uul iga saaran tahay oo hadafkayguna u yahay dalkan shabaab la'aan inuu ahaado baydhabaan daaro dhaadheer ka taagaa malihi baydhaba daaro dhaadheer dadkeeda iyo caalamka imaan doono maal gasho doonaa daaro dhaadheer ka taagan doonaa dialiira laakiin duruuftii iyo jawigii daaro dhaadheer lagu taagi lahay oo jidad waaweyn oo maxaan ku yidhahdaa lagu socdo loo samayn lahay ayaan abuuraynaa ilaahay idinkiisa
تاسار كشقينينا مركلة وحان ربا ورانيال سودة وادة وما تسنتين شركة قوشي ديبوشي سينتا مانتا الجوكتان وحان ربنا إن لغمرة دالي لغمرة دالي ما ها ونبو نيت سمان هدي للي مالو وحلوما وحلوغا مريدالي كرا مدى قوبت هدي قف قستو ماشان فردو او تلادا وحكولين اي دين عفي عن وحوى البكاء رتي ترسيدا وضدا وايا وضدا في عن عمر او كيكا اتكيسانا الى سقوطة اللي را ميا انت ميش ادنو ودباني انت وايا ميش في عن ادنو يراد عربا دالي يرادا ميشان جوكتو ضدك اي مسؤولين تي يا خيارت ميش تنتو دن دالي يرادا ميش جوكتا اي ان بغنو كميدا اي دا مدى دولة دا فدرال كا واي ciidanka dawladda federaalka ah lagama aqbalaayo in ay ku dhaxmin maan siyaasadda oo ay dadka dhibaateeyaan ma dhacayso ilaa iyo maanta nin ciidanka laga saaray iyo nin xabsi maxkamad looga yeeray weli kuma jiro weli waxaan rabnaa iyaguna inaan u caqli celino xeryahoodii ha ku noqdeen iyo meeshay ka tirsanahay inta waqtigu waqti yahay askari dawladda u tirsan oo maxuu ahaay ka tirsan oo mishaar ka qaato oo raashin ka qaato oo maxan kora rasaasti dawladda ay soo diibtay wata oo shabaab in lagula diriro loogu talagalay dadka inuu ku rido ma laga ogolaanayo sideedaba dadka in uu ku rido haddii uu dawladan ka socdaa leeyahay iyo haddii uu sideeda kalaan shacabaan ah uu leeyahay qofka soomaaliga ee karaamada leh qof loo ogol yahay inuu xabad ku rido ma jiro ninkii dembila oo dadka ayna ka ammaan heli karin ka noolaa karin oo maxaan ku raada ama tuuganimaha ku jiro ama qaabdarro kalaa ku jira waa lala dirira la dhaafi maayo laakiin ama nin meel taagano aniga waxay ila tahay fikir aqab ama mid meel taagano warwax wanaagaan ha la wado xumaanta ha la joojiyo rafaadka ha la dhaafo dadka ha loo turo dhahaayo ay tahay in xabad lagu ridaa lama ogolaato wiilasha إذا ماذا قربك كسيدة كتر سن ساعة عداد هاي ستين على لنا ما أنت عن السجاي ما شان إن سو استعجو أو أن هل كان كشجو أو ولاد يوالي دت كان ليش جو دت كا إذا ماذا كنا فرفور عاي محاكور هذا سيدة قاب كتر هو أديك سنة إذا كدولة فدرال كا أو أمرت دولة فدرال كا ما شان كجوا دولة كوفر كبر إذا كيري لا داي أمن كيري لا داي هي أده هي لا داي inta ciidana noo joogo oo dhiiraa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shabaabay u joogaan inay maalintii ku aboonaato deegaankana ay ka difaacaan maalintii ku aboonaato la dhaqaaqaan dhinaca kale dowladda koonfur galbeed oo soo tabareysanaysay ciidan booliis oo federaal kuleeyaha lagu qabay si ay maxaan ku raadaa ay ula shaqeeyaan intaas ayada keligeedna maaha dowladahan Hirshabeelle sida ah galmudugaa sida ah booliiska federaalka meelo badan u joogaa intii dowlad goboleedku booliis ku filan oo ardhigeeda wax ay ka helayso laakiin macnaheedu taas weli maaha inay maxaan ku raadaa dadka inay dilaan inay haraas gareeyaan inay qashqashaadaan inay maxaan ku raadaa waxayaan marna maaha annagu ma ogol raalli kama ihi wixii dulqaada iyo waana iyo caqli celin iyo celcelis iyo waa meeshooda odayaashata waxaan rabnaa wiilashaas wiilkii galabta ama cawada ooyda xeradiisi ooydo wax dembi ah loo raacaanle kii laakiin hooyo waayo akhyaarta waxaan rabaa dirin igaalkii hebelayaalasmaaa bal marna meeshaa lagu celiyo ayadoo la dhaa in la saaki ninkii irinta ka baxo waa ka baxay mana kusoo ana mid kala banaanka taagan oo booskiisa inuu galo diyaar oo walaalkiisa oo kista yataa dhaqaalaha oo u baahan oo dawladdu awoodi waysa inay soo geliso nidaamka iyo sistemka ay soo geliso ee awood dhaqaale u weyn kaasaa banaanka taagan kan iska baxaa la leeyahay ahlan wasaala kaasaa la soo xirayna kii la soo celiyay marka berri wax la yiraahdo oo maxaan ku raadinayaa intertainment wiilasheenniyo soo noqda shaqadiinna iyo waajibkiinna waa taqaaniin aada daynuun ayaad ka timaadeen daynuun ay ku noqda toban sanaad joogteen iyo ka badan wiilal badan oo qaali ah ku dhintay kuwaa ku dhaawacmay ku curyaamay daynuun ay in magaalada laga difaaco ilma agoon u ah hooyaa wiilkeedu ku weyday maanta si maala yacni abay dhaba dhexdeedan muxuu ahaa aan maqaraaru faa muxuu ahay wax oo la aqbali kara maaha walaalaha ama maamulka koonfur galbeed ha ka tirsanaada lamid cabdicaziis raali ha
أما نمان كان محاول المعارك تعاوه هذا السياسة تقرر من المعارك أكتر سنة وحان أدي أدي أبكينا ونعكسنا إذا ماذا على قدافه السياسة إذا كأمن السياسة على قدافه دولة كفر قلبة وحان كرنا ظروف قف قرة قاتل جالسيسة أيضا حين أنا أبوري وأنا كبلنا وأنا كبلنا من العبيدة وأنا محاول وحيشة لكن وحاول وحما هدان لا يصلح لنا وأنا أنقرض أركاي وأنا هنا لقيا بعينا سكديرين أنا وأركو لكن هذا أدين كوار سنين وكرنيا وحنا وقديين وهذا الدنيا وسات عمر يسمى سام أن سام واي هذا الدين وهو إسديرينا هلا ولا هذلو هلا هذا عمل ولا العمك وقلا عرب كانوا الله رب حيا ولا ولا هذلا واي ولا لا هلا هذلو هلا هذلو أنت بورالو ورالو ورالو ليسلي أو جوجل لقوة الجراي دبات من دعيس الله ما أقوله قفك الصومالية كرامه وليه حرمه وليه دستوره وليه حقوقه وليه لإلالي واجبات وليه أمنك دقنانشيه إنه إلالي وقت أقوه بي أقوه دقنانشيه سياسدين أمنك صور بالله الله أديد دقنانشيه سياسدين لواي أمننا لأركما ديب حرين لأركما هورو مركنا لأركما سياسد عن عقته ودقنه بريا صوصعته بري دبوكسي في عنا صوصعته مركا محاوة هاي مالمي وعنا ويساس عضان ويساس عضان هدي قالي هنا انتا سان ربا انا وقتي وركي كسوب بناردو كدالي ما انا انداد كان وجودا شرفتا لسعود اشتاق مر والبا وايد اللي جوغا وانا ايدين سو نقنقود دونا عان ربا انا كسوب بناردو شركي دي بقشي سينتا قوفر قلبات وافرية قول يا خيرا ايدين رجينينا دولة الفدرال كا وحكة صدقوا بعانتين ترى هديت هاي حوك هديت هاي معانك ولا الرأي فرصة ما كلا هديت هاي هديت هاي عالم كلون لا حرير هاي وحول وزير الرماة جودها ماشان جوجو وإذا اللي جوجو دهنا يسوق بيح مايو معان ربنا بدومي معانك ولا الشعب كا أنت جوجو دولة الفدرال كا وإذا اللي جوجو ده معان ربنا شركان إلا جمرة عليو صدواي فصدعي عن طي أو من طي إلى المحل قول يا خيرا إذن رجالي قول إستا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.